هو طبعا الحمد لله على فوزنا الاول ببطوله الدوري وبطوله الكاس، بطولتين مهمين ويعني الحمد لله الموسم بتاعنا تمناه بنجاح كبير. البطولات اللي دخلنا فيها حصلنا عليها اللي كنا مركزين فيها اللي هي اهدافنا من اول الموسم، فدي اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني دي اهم حاجه ان انت تكسب، اي حاجه بتحاول تشتتنا عن هدفنا مش بنركز فيها. فكان التركيز من اول السنه على البطوله ان احنا ناخدها، سواء بقى سعد موجود سواء اي لاعب تاني موجود. احنا الحمد لله في النادي الاهلي متعودين اهم حاجه البطوله، بغض النظر عن مين اللي يشارك او مين اللي يلعب، كون ان احنا بنحقق البطوله وبنحقق اهداف جماعيه كتير جدا. ان احنا كنادي اهلي ما بنخسرش اي مباراه محليه، ان احنا كنادي اهلي بنبقى اقوى دفاع، ان احنا بنأدي اداء كويس كفريق عام متكامل. فكل ده بيبقى حاجه كويسه جدا من خلال البطوله او من خلال ان انت بتحقق اهداف فرديه زي ان انت بتتكرم او بتاخد افضل لاعب في الموسم. فده كله بتبقى حاجه كويسه، لكن انا دايما بقول محدش بيقدر يحقق اي حاجه لوحده، كل ده مجهود زمايلي، مجهود الجهاز الفني الموجود. انا شايف ان احسن لعيب في السنه دي في النادي الاهلي الموسم ده هي الفرقه كلها هي احسن لعيب، سواء اللعيبه كلها سواء الجهاز الفني سواء مجلس الاداره. فانا شايف كده بصراحه، لان معظم الماتشات اللي لعبناها كانت الفرقه كلها في حاله تركيز، الفرقه كلها كانت مركزه محققه المطلوب منها. فبشكر زمايلي كلهم وبشكر الجهاز الفني اللي ادانا الثقه من اول الموسم. الموسم اللي فات خسارتنا لبطولة الكاس كان في انتقادات كتير على سعد، وكان في ناس كتير بتطالب ان سعد ما يكونش موجود، وسعد وسعد وسعد. انا دايما بقول دايما انت تشتغل وتسد ودنك عن الكلام الايجابي وعن الكلام السلبي، لان احنا التقييم في مصر بيبقى بالقطع او اليوم بيوم. انت كويس النهارده بيتقال عليك كويس، انت كويس انت وحش النهارده بيتقال عليك وحش. في خلال الماتش زي ما انت بتقول ممكن في لعبه معينه يتقال عليك كويس، اللعبه اللي بعدها يتقال عليك، ولعيبه كتير يعني تفضل طول الماتش عاديه جدا يجيب جون يبقى هو نجم المباراه. فهو التقييم في مصر كده، فدايما ما تسمعش الكلام لا السلبي ولا الايجابي، لان الايجابي يرفعك سبع سما وفي وقت هينزلك تحت. لان انت لعيب كوره، لعيب كوره يعني وارد النهارده تبقى كويس، وارد بكره ما تبقاش موفق. الحاجه الثانيه انت بتتاثر بمستوى الفرقه، واحنا دايما بنحاول نتصيد الاخطاء لشخص معين. يعني لو الفرقه النهارده خسرت بنحاول نشوف واحد او اثنين ونشيلهم الخساره، الفرقه كسبت بنشوف مين اللي جاب الجون يبقى هو سبب المكسب. فده غلط، دايما بقول الفرقه بتخسر كلها والفرقه بتكسب كلها. فالحمد لله يعني بشكر ربنا زي ما قلت لك على الموسم، ولو في اي تقييم او في اي حاجه فرديه يعني بشكر ربنا ونتمنى الجاي يبقى احسن ان شاء الله. عشت ازاي اخر ثلاث دقائق في نهائي كاس مصر؟ هي لحظه شفت الماتش فين؟ لحظه جون عمرو يعني كان في حاله هيستيريه طبعا، يعني انا دمعت ما قدرتش امسك نفسي، انا دمعت لما عمرو جاب الجون. وطبعا قعدت اتنطط طبعا يعني زي اي مشجع، يعني ما كلنا مشجعين للنادي قبل ما نكون لعيبه. لكن بعد الجون كان في ثقه كبيره هنكسب، يعني في ثقه كبيره هنكسب. يعني عمال اقول يا رب يبقى فاضل دقيقتين بس او ثلاثه، يعني عمال اقول يا رب يبقى فاضل دقيقتين اللي هو ايه ناخد الكوره بس. فالحمد لله ربنا كرمه والجون الثاني جه، وهي دي لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ورجوله النادي الاهلي، كله تمام والامور الحمد لله. ونزلت الملعب وموجود في معسكر المنتخب من النهارده وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى عندنا موفقين في ماتش اوغندا ان شاء الله. مهم، وتصفيات كاس عالم مرحله مهمه جدا يا سعد. يعني حاجه بالنسبه لنا مصريه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ونقدر نحقق حلمنا وحلم الشعب المصري كله ان شاء الله.